السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بفيديو جديد. طبعا ريال مدريد كعادته يتوج بلقب الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد يتوج بلقب جديد، ويعتبر ريال مدريد أكثر نادي توج بهذا اللقب، وأنه ملك أوروبا. يتوج بلقب الريال يمرض ولا يموت، ومجددا يثبت أنه فريق كبير وعريق، ويأتي من يأتي ويذهب من يذهب، ويبقى ريال مدريد كعادته ملك أوروبا في مسابقة دوري أبطال أوروبا. طبعا ريال مدريد بدون أي مجهود اليوم شاهدنا أن الفريق كان متكتل دفاعيا، لكن يفعل طريقة جيدة ويفعل طريقة رائعة في تدبير المباريات. شاهدنا ريال مدريد كان متحفظا، وعلى الرغم من ذلك تمكن من التسجيل من فرصة محققة عن طريق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور. ريال مدريد تعامل مع المباراة بطريقة رائعة وجيدة، كان يبحث عن الهدف بسهولة وبهجمة مرتدة قادها فالفيردي، وانتهت عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي قدم موسم كبير ورائع بقيادة فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، وأفضل لاعب في النهائي وهو اللاعب الحارس البلجيكي تيبور كورتوا الذي يستحق أفضل لاعب في ريال مدريد في المباراة النهائية. طبعا لقب جديد لعشاق ريال مدريد، ونتمنى حظ أوفر لنادي ليفربول. وهذا هو كل شيء لدينا، ولا تنسى الاشتراك وإلى اللقاء.